صباح الخير عليكم البنات، واش راكم؟ لاباس؟ نتمنى تكونوا كامل بخير. اليوم فيديو جديد وروتين جديد، راح نبدا معاكم نهاري كيما مارفه. اول حاجه كنت نستنى في تريسيتي، يعني عندي بزاف ملي نوصت ما كانش تريسيتي صباح علي، ما على باليش علاه. اول حاجه نبدا بها شعل معشينتي، نحي القديمة اللي كانت تطرف فيها، بون نخيط البنات الرسمة اللي حنا نبدأ نخدم بيها. هذه فاصيها ونجي لهنا، ندخل الفلاش تاعي راح ندير هذا الرسمة، ندخلها في الماشينة بالطريقة هذه، نعاود نخرج ونعاود نجي لهنا الماشينة ونخيرها باش نبدأ نطرزها. وندير نجي هنا نشوف الاتجاه تاع الرسمة ونجي هنا ندير تأكيد التطريز. هاي الرشمة تاعي، يحس ماما بون كروش اللي هذو تاعي البنات مازالو عاصيين باسكو مازالو جد بالطريقة هذي. هيا كي الرسمة البنات اللي حنطرزها، نتمنى تكون واضحة هكا. بون انا راح نطرز البنات بالدو، صافي الدو هذي هي اللي راح نحدد بيه الرسمة بعيدة وهي خارج الإطار. شوفي راح نعاود وهنا البنات هاني اللي قلت الرسمة تاعي، دوك نحطها تبدا تطرز. وهنا حبيباتي بغيت نشارك معاكم واحد الوصفه تاع الخبز، تجيب الفرينه ربعه تبل، انا ديما نديرها تجيني خفيفه هايله. بون نبداو اول حاجه البنات، هذه الكاميرا برك، نديرو زوج كيسان تاع ماء دافي، زوج مغارف تاع فاري تاع خميرة عفوا تاع الخبز باش معمرة بزاف هكا. هذه المقادير ديلكم زوج خبزات، نزيدو زوج بياض بيضة، اسمها زوج بياض بيضات،
والصفار راني خليته باش ندهن به من الفوق. ها هو كي الصفار خليته باش ندير به من الفوق ونخلطهم مليح. هاك برك بالملعقه خلاص. ومن بعد نبداو نلوحو الفارينه. الفارينه تهز لنا تقريبا 5 كيسان على حساب نوع الفارينه تاعكم. نجيب الفارينه هكا البنات نحركوها مليح ومن بعد نبداو نديرو في الفارينه تاعنا. هنا البنات اللي بغات دير النكهه برك تاع مزهر دير هكا قيس مغرفه ولا زوج. الفارينه تاعي هي كي مغربله راني نديرها في البيدون. هذا الكاس الاول. كاس هكا ممسوح. هذا الثاني. وهذا الثالث. نحرك ونشوف تهزلنا. هي نورمالمون تهزلنا كل كاس تاع ماء وفيه بياض بيضه ومغرف تاع خميره والملح وزوج كيسان ونص تاع فارينه. بصح على حساب الفارينه واش حتهزلنا. هذه الخبزه البنات تجي هايله خاصه في رمضان. ولو اللي بغات ديرها محشيه تقدر ديرها محشيه. انا لهنا نضيف الملح باش ما ننساهش على خاطر راني ديما ننساه. ملح قيس زوج قرصات. ونخلط بالطريقه هذه. الوصفه البنات للامانه راهي كي منقوله. انا ما عرفان نديرها من مطبخ وتدابير شهرزاد. الطريقه هذه يعني ما تحتاج لا بيترا لا عجين لا والو على خاطر كيما نعرفوا الفارينه ما تتعجنش غير بالمغرفه برك. هاني درت دوكا ربع كيسان. الكاس الخامسه البنات نزيدو غير بشويه. نزيد نص ونخدم غير بشويه باش ما نيبسهاش بزاف. صافي كل وحده والفارينه تاعها. كاينه اللي تشرب كاينه اللي ما تشربش. هي الوصفه البنات فيها شويه الزيت بصح راني ما نديرلهاش الزيت دركا. كي نجي دوك نلمها وندير لها الزيت وندخلها فيها مليح ونخليها باش تجيني مليحه وما تجينيش مزيته بزاف. الطريقه هاني نكمل الكاس الخامس. هاني كملته. انا نكمل البنات نلمها كامل ونرجع لكم. درك البنات نجي لهنا. انا جبت البلاطو تاعي اللي يدخل الفور ندير فيه شويه زيت وثاني ثاني ندير فيه غير شويه برك قسم الدهن برك. نجيب العجينة تاعي هنا في الزيت نحاولوا البنات ندخلوا فيها الزيت هذه وفي نفس الوقت نلموها. نقسموها على اثنين. الطريقه هذه ندخلوا فيها مليح الزيت ونطموها ونخليوها تطلع ومن بعد نقرصوها مع بعضنا. انا نكمل البنات ونرجع لكم باش ما يجينيش الفيديو طويل بزاف. هنا البنات ها هي كي هاني لميتها. هاني كيف خليتها قرصه وخليوها تريح. ها هي كي الثانيه
نخليوها تريح البنات، نغطيوها ونحطوها في بلاصه دافيه تطلع، ونشعل الكوشه تسخن، ومن بعد نرجعوا نقرصوها مع بعضنا. وهنا حبيباتي هذه هي الخبزه تاعي، راني قرصتها ودهنتها بالبيض. انا البيض نخلط معاه النسكافي، ها هي كي القهوه سريعه الذوبان باش تنحى شويه برك، يعني صفار بيض اللي بقى لي قبيله، ودرت عليها شويه السينوج وندخلها الكوشه تاعي راهي كي سخونه. هاو البريوش تاعي البنات كيفاش خرج، شوفوا كيفاش جا في فريشه ومليح، وما مليها ليه تكمليه، يعني اللي بغات كيما نقولوا حنا يجيها ضيف على خفله، ولا ما تطبلش مام با نص ساعه توجديه، ما يطبلش بزاف، يعني كي توجدي العجينه تاعك تركح ربع ساعه تقرصيها تروحيها طيب الطياب يا ربي 10 دقائق. ها شوفوا كيفاش خرج البنات، وخفيف ريشه خاصه لرمضان ولا تسحروا به، واللي بغات ديروا محشي ثاني مالح ولا حلو كيف كيف يصلح. ها هي النتيجه، شوفوا كيفاش جا خفيف قطن، ها هي كي النتيجه البنات. بغيت برك نهضر على واحد الاخت عندها قناه، قناتها اسمها ام ملاك نورمالمون، ام ملاك تقوى. ما على باليش انا تلقات تعليقات سلبيه ولا ما على باليش، ليسونس يعني مسكينه تبكي في الفيديو ونعتت يعني دارها وراهي ساكنه صافي تعزان قالوا كل شيء. انا نقول برك كلمه من هذ الناس اللي يجرحوا العباد، يعني حسبي الله ونعم الوكيل، في كل دمعه تاع انسان هبطوها له، واحد ما على باله بالداخليه تاع الناس، واحد ما على باله كيفاش عايشين، واحد ما على باله واش هو المستوى المعيشي تاعو. صافي ما كان لا كل وحده تجي تفتي على اختها اللي حلت قناه ولا ما حلتش، كل واحد ربي سهل عليه، هي حلت قناه بغات تعاون روحها وبغات تعاون راجلها، واحد ما يدبر عليها يا اخي، ماهيش تسرق ولا دير في حاجه حرام ولا راهي تنحي في القسم لاي انسان. صافي ما كان لا درك تبداو كيما نقولوا حنايا اللي عندهم ولا باس بهم ما يحسوش بالفقير، ويبدا وانت ما عندكش مغرف وانت يا مغرف مكسره عيتي تشري مغرف، وانت هك وانت هك، صافي هي ما على بالهاش باللي لازم تشري مغرف، حتى نجيو نتوما تقولوا لها شري مغرف، هاي على بالها واش عندها واش ما عندهاش. الله غالب، شكون فينا اللي ما تبغيش تعيش في قصر؟ شكون فينا اللي ما تبغيش كل سمانه تشري ماعن؟ شكون فينا اللي ما تبغيش تحبس؟ شكون فينا اللي ما تبغيش تشري قش جديد؟ لو كان نلقاو كامل نعيشوا في فيلات وقصور وماعن جدد وكل شيء جديد، بصح الله غالب كل واحد واش كتب له ربي في الدنيا هذه، المهم في القناعه وربي يهدي ما خلق هذا ما كان. ونقول الاخت هذه يعني ما تبكي ما تطيحي دموعك على عباد ما يستاهلوش اصلا، انت راكي تقدمي يعني في قناتك اللي عجبو يتفرج اللهم بارك، اللي ما عجبوش يفيد يفوت الفيديو، ماشي اوبليجي عليكم تفرجوها، وما قالتلكمش تفرجوني زرع عليكم هذا ما كان. ونتمنى كيما نقولوا حنايا الانسان ما يزربش يجرح للانسان اللي راهو يشوف فيه، ولا صافي كل واحد وظروفه كل واحد واش كتب له ربي في الدنيا هذه هذا ما كان، وربي يفرج على كل مغبون ان شاء الله، ونتمنى لها يرزقها ربي بسكنه ان شاء الله يا ربي. هذا ما كان البنات، ونخليكم هنا حبيباتي. بغيت نشارككم واحد التدبيره برك مليحه للولاد الصغار، هنا عندي هذا رب التمر او عسل التمر او ما على باليش كل واحد كيفاش يسميه، وهنا عندي الشيكولا هذه ماكسون نديرها لبنتي في الخبز. بون نخلط لها البنات معها رب التمر الطريقه هذه، على خاطر هو فيه الفايده بزاف البنات، اسما يدير ذكاء ينحي فقر الدم بزاف حوايج مليح، فيه فيتامينات بزاف ما ملينا حنا الكبار، مليح يداوي الصفه يداوي بزاف حوايج. ونخلط لها الشيكولا تاعها باش ما تفيقش بلي راني درت لها فيها، ونديرها لها في الخبز وتاكلها عادي، على الاقل حاجه صحيه. باش ما تفيقليش بلي درته لها الطريقه هذه، نزيد شويه على خاطر النكهه تاعو ما تبانش خلاص مع الشيكولا ما يبانش. هذا رب التمر عطاته لي صاحبتي كنزة، اذا راكي تشوفي فيا ديري جام وخلي لي في الكومونتير. يعطيها الصحه يعني حتى هي عندها ولادها زوج دير لهم منه. ونخلطه لها في الشيكولا هكا بالطريقه هذه، وندير لها في الخبز ما تفيقلوش خلاص باللي كاين. بالطريقه هذه، وكي تذوقوه ما كانش يعني النكهه تاعو ما تبانش بزاف ومش راح يفيقولو. هذه هي البنات، نتمنى يعجبكم الفيديو تاع اليوم، نخليكم على خير ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. وبالنسبه اللي عجبهم الفيديو تاعي واللي اول مره يشوفوني يخليوا لي اشتراك في القناه ويدعموني في التعليقات وبليجام، على خاطر كي ديروا ليجام البنات يطلع الفيديو باش يشوفوه الناس كامل.
وهذه هي البنات، واللي عندها كاش اقتراحات ولا عندها حاجة تخلي لي في التعليقات، انا نحاول يعني نشارككم يومياتي بكل تفاصيلها، يعني كل شيء خياطة طبخ تدابير، يعني اي حاجة نشوف فيها الفائدة انها تقدر تفيدكم نحطها لكم، واللي ما عجبوهاش الفيديوهات هذو كيف كيف تخلي لي في التعليق، وتهلاو في رواحكم وجمعة مباركة على الجميع، وما تنسوش بالدعاء. هذا ما كان، هيا البنات نخليكم على خير ان شاء الله في الفيديو القادم ان شاء الله. سلام.